في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قامت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة بتوزيع مساعدات عينية على المفرج عنهم وأسر السجناء. يأتي ذلك في إطار ما تقدمه وزارة الداخلية من دعم لهذه الفئة لدمجهم في المجتمع كأعضاء صالحين والابتعاد بهم عن مسلك الجريمة تطبيقا لأسس السياسة العقابية الحديثة. كمية كبيرة من المساعدات موجودة هنا، وهي أجهزة منزلية وكهربائية خصصتها وزارة الداخلية للمفرج عنهم وأسر المسجونين تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، حيث نظمت إدارة شرطة الرعاية اللاحقة احتفالية لتوزيعها على المستفيدين منها. واقفين معانا جدا، ربنا يبارك لهم. بنشكر السيد الرئيس وبنشكر كل جميع اللي هم مهتمين بينا في قلب الرعايه، ربنا يبارك لهم، متشكرين جدا. جينا استلمنا البوتاجاز كنت مقدمه عليه واستلمناه على طول الحمد لله. توفير تلك المساعدات جاء بالتعاون مع بعض الجهات الحكوميه والخاصه، وفي اطار الدعم والرعايه التي تقدمها وزاره الداخليه لهذه الفئه بما يحقق لها وسيله لحياه كريمه وكسب حلال بعيدا عن مسلك الجريمه، ما يؤدي في النهاية إلى دمجهم في المجتمع. كنت محبوسة وخرجت معايا جواب السجن، رحت الرعاية اللاحقة، محدش أثر معايا، بعتلي حد البيت قاولي تيجي النهاردة، فجيت هنا لقيتهم بيقولوا في غساله ولو في اي حاجه ناقصاكي، وبيبلغي بيها الرعايه. تواصلت قالوا لي اللي احنا نقدر نساعدك بيه واللي احنا نقدر نقدمه لك، قلت لهم 1 2 3. بالفعل اتصل عليا وانا جاي دلوقتي على اساس ان انا اخد الشيء اللي انا طلبته منه. اذا كان مفرجا عنه او فردا في اسره سجن عائلها يمكنه الاستفاده من تلك المساعدات، فوزاره الداخليه تتواصل معهم دائما وتلبي احتياجاتهم باستمرار، مع امكانيه توفير سبيل لكسب حلال عن طريق مشروع يدر دخلا ثابتا عليهم. لما جوزي دخل السجن فقدمت الورق بتاعه كله، وبقوا يتواصلوا معانا بقى بالتليفونات وعايزه ايه وطلباتك ايه، وبقى يجوا لنا والحمد لله كويسين. تؤكد وزارة الداخلية من خلال تلك المساعدات على أن سياستها العقابية هدفها الأساسي الإصلاح والتأهيل، وألا يعود المفرج عنه مرة أخرى إلى السجن، لذا توديه الرعاية باستمرار. متابعة أحوال المفرج عنهم وأسر المسجونين وتقديم الدعم والمساندة لهم هو أحد أسس السياسة العقابية الحديثة التي تنتهجها وزارة الداخلية لدمجهم في المجتمع والابتعاد بهم عن مسلك الجريمة، وهي سياسة تثبت نجاحها يوما بعد آخر. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.